والذكاء الاصطناعي والنجاح الطاقية والأمن المائي وحماية البيئة البحرية. كما أتشرف بأن أتناول الكلمة في هذا المحفل المتوسط الخليجي الذي يشكل منصة برلمانية استثنائية للحوار البنائي والصريح والنقاش المثمر والرصين، إن على مستوى العلاقات شمال جنوب أو في إطار التعاون جنوب جنوب، حيث أضحى برلمان البحر الأبيض المتوسط نموذجا رائدا وفريدا للتعاون، وما أحوجنا إلى هذا الحوار والتضامن لا سيما في هذه المرحلة الدقيقة والمعقدة المطموعة بالتحولات الإقليمية والدولية والتحديات المتشابكة والمتعددة الأطراف وعلى رأسها الإكراهات الهيكلية والبنيوية التي تعق بلورة نموذج للتعافي الاقتصادي والاجتماعي من جائحة كورونا وتجاوز تبعاتها السلبية وإعادة تنظيم وتأهيل المنظومات الاقتصادية الوطنية، إضافة إلى الأزمات الجيوستراتيجية والحرب في أوكرانيا التي عمقت أزمة أسعار الطاقة والأغذية والسلاح الأولية وسلاسل الإمداد والتوريد وعرقلت النمو وتسببت في زيادة سرعة التضخم وضعف القدرة الشرائية. ناهيكم عن التحديات الإقليمية المرتبطة بعدم الاستقرار والتطرف والإرهاب واستفحال ظاهرة الهجرة والهشاشة والبطالة وتداعيات تغير المناخ والتصحر وإشكاليات تحقيق الأمن الغذائي والأمن المائي. إنه سياق مسائم اليوم بإلحاح كبير ويدعونا إلى التشخيص الدقيق والتقييم الموضوعي لهذا الوضع الإقليمي من أجل تجاوز هذه المرحلة الاستثنائية، وذلك من خلال الحوار والتضامن والتنسيق والتشاور وتبادل الخبرات والمعرفة والتجارب في جميع القضايا الرئيسية المشتركة والعمل على بلورة التصورات والاستراتيجيات الإقليمية والوطنية الدامجة والبرامج التنموية الملائمة القرينة بتحقيق التنمية المستدامة المشتركة وضمان مستقبل الأجيال القادمة، وهذا بالتوازي مع مسار تعزيز السيادة الوطنية بكل أبعادها السياسية والاقتصادية والطاقية والغذائية والصحية. وهنا تأتي أهمية دورنا كبرلمانيين في العمل من جهة على سن التشريعات والقوانين الملائمة والكفيلة بتحقيق التنمية المستدامة بجميع أبعادها، ومن جهة أخرى حث حكوماتنا قصد بلورة سياسات تنموية ناجعة وفعالة في هذا الصدد. سيدات والسادة الحضور الكريم، إننا في مجلس المستشار بالمملكة المغربية وانطلاقا من المكانة التي نوليها لمنطقة البحر الأبيض المتوسط على اعتبار أنها مكرسة في دستور المملكة ومن نهج السياسة الخارجية المغربية المبنية على أساس الالتزام بالعمل المشترك لتدبير التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة وتكريس قيم التضامن الفاعل والتعاون المثمر والتشدث بالحل السلمي للنزاعات واحترام سيادة الدول ووحدتها، فإننا نعتزم مواصلة تعزيز الدور النشط لمجلس المستشارين وللبرلمان المغربي بصفة عامة في أعمال برلمان البحر الأبيض المتوسط منذ تأسيسه، وكان السبق للبرلمان المغربي في ذلك والمساهمة بشكل ملموس في مبادرات هذه المنظمة البرلمانية الرائدة وبرامجها من أجل التنمية والاستقرار في المنطقة. إن برلماننا المتوسط والخليجي مدعو اليوم في ظل هذه التحديات الإقليمية والدولية الضاغطة لاعتماد مقاربة متجددة واستشراف آفاق جديدة للتعاون وفق التغيرات الجيوسياسية، وتماشيا مع الرغبة المشتركة لنا جميعا في إعطاء دفعة قوية لعلاقات تعكس الطموح من أجل شراكة جديدة وحوار سياسي يأخذ بعين الاعتبار مستجدات الفضاء الأوروبي المتوسطي في احترام تام للمصالح الاستراتيجية لجميع دولنا وفي إطار نظام متعدد الأطراف محكوما بالوضوح والتوازن والعدل وبعيدا عن ازدواجية المعايير وعن الوصايا في قضايا شاملة وكونية متعارف عليها. كما أننا مدعوون للدفع باعتماد نموذج جديد للشراكة بين الضفتي المتوسط يأخذ بعين الاعتبار الامتداد الجغرافي على اعتبار الرهانات والتحديات المشتركة التي تتجاوز النطاق الجغرافي المتوسط مثل الاتجار بالبشر والإرهاب والأمن والتطرف والهجرة، وعلى أساس هذه القضايا حل عادل للقضية الفلسطينية. وفي هذا الإطار نؤكد في المملكة المغربية
على الالتزام بروح التضامن في تبادل المعرفة والخبرة مع بلدان الجنوب، وعلى أن المغرب يشكل جسرا وسيشكل جسرا بين أفريقيا والدول المتوسطية، مما يسمح بالتعاون شمال جنوب وإشراك بلدان الجنوب الأخرى من أجل التعامل بشكل أكثر فعالية مع هذه القضايا الرئيسية. وفي نفس الصدد يشدد على أن التوترات المتنامية والحروب بالوكالة تهدد استقرار وأمن المنطقة المتوسطة، وعلى أن التهديد الإرهابي يكتسي أهمية أكبر باعتبار المنطقة تجد امتدادها في منطقة الساحل التي تشكل مرتعا للتطرف والإرهاب والجريمة المنظمة. وهنا أؤكد على أن المغرب يعد فاعلا على مسؤولا في مجال الأمن الإقليمي والاستقرار في إفريقيا جنوب الصحراء والمتوسط، وعلى أنه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حرص دائما باعتباره بلدا مطلا على المتوسط والمحيط على أن يكون رافعة للسلام بمنطقته وصلة وصل بين المناطق. السيدات والسادة الحضور الكريم، كلنا معنيون بضرورة تكاتف الجهود للدفع باعتماد نموذج جديد للشراكة بين الضفتين الجنوبية والشمالية للمتوسط وبناء جسور لإطار التعاون الجديد والتضامن مع أشقائنا وإخواننا بمنطقة الخليج، والشيء الذي سيكون قادرا على تقوية آليات التطور والازدهار والاستفادة من قدراتنا المشتركة. وقد كان التضامن ولا يزال هو كلمة السر لتعزيز صمودنا المشترك أمام الأزمة. وإذا تمنى أن تشكل المرحلة المقبلة مرحلة لتعزيز التنمية المشتركة بيننا، فنحن على يقين أن برلمان البحر الأبيض المتوسط قادر على قيادة الجهود البرلمانية المشتركة للمساهمة في تحقيق طموحاتنا المشتركة. مرة أخرى أرحب بكم في أرضكم المملكة المغربية، وأتمنى لنا جميعا التوفيق في أشغال مؤتمرنا هذا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.